احتفالات مركز بهدنان لمؤسسة فضائية كردستان بالذكرى السنوية 24 لتأسيسها ينضم إلينا من دهوك مراسلنا بيور داخاز. بيور، مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير. ضعنا في جمالية هذه الاحتفالية. نعم. نعم، تحية طيبة، مساء الخير. بداية يعني أهنئ نفسي أولا وجميع كوادر مؤسسة كردستان الفضائية بشقيها كردستان تي في وكذلك فضائية زاغروز بمناسبة مرور 24 عاما على تأسيس هذه المؤسسة. بالتأكيد يعني 24 عاما من العطاء، 24 عاما من العمل الدؤوب حاولت من خلالها مؤسسة فضائية كردستان أن تحافظ على مهنيتها وتحافظ على عملها الإنساني أولا، ومن ثم إيصال رسالة شعب كردستان إلى العالم الخارجي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذه الفسيفساء الجميلة الموجودة في إقليم كردستان. حاليا أنا متواجد داخل مركز بهدنان لمؤسسة فضائية كردستان، وكما تظهر في الصورة هناك الوفود القادمة إلى مركز بهدنان لمؤسسة فضائية كردستان من أجل تقديم التهاني بهذه المناسبة، لأن كل المكونات أو كل طبقات المجتمع الكردستاني يرون أنفسهم خلال مؤسسة فضائية كردستان ويعتبرونها المؤسسة الأم التي بداية انبثقت منها جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، وهي كانت المرآة لنقل الصورة أو نقل صورة إقليم كردستان بكل مكوناته إلى العالم الخارجي. وأيضا يعني مؤسسة فضائية كردستان تعتبر مدرسة التي تخرج منها العشرات من الأسماء البارزة في الإعلام الكردي، وكذلك هي مدرسة لإعداد الكوادر المتقدمة الذين بعد ذلك انخرطوا إلى مجالات أخرى، مجالات إدارية. حول هذا اليوم وحول التبريكات والتهاني ينضم معي السيد ماجد أكري، مستشار في مركز بهدنان لمؤسسة فضائية كردستان. سيد ماجد، يعني قد يكون عملكم خلال الأعوام الطويلة حديث، لكن الآن حدثني عن هذه المؤسسة وماذا لديك بهذه المناسبة. في الذكرى السنوية 24 على تأسيسها، مؤسسة فضائية كردستان تعمل بشكل دؤوب على مواصلة رسالتها الإعلامية والثقافية، والذي تتبنى الفكر الوطني الديمقراطي، والذي تجسد تاريخيا في فكر ونهج البارزاني الخالد. وبذلك تعد فضائية كردستان اختراقا لجدار العزلة والتشويه الذي طالما تعرض له تاريخيا نضال الشعب الكردستاني. نعم، شكرا جزيلا سيد ماجد، ومبارك على الجميع ذكرى تأسيس مؤسسة فضائية كردستان. شكرا. نعم، طبعا زملائي، أود الإشارة بموضوع آخر. هنا في هذا المكان أغلب المهنئين هم من الذين رأوا أنفسهم داخل هذه المؤسسة. يجب أن لا ننسى أيضا الأستاذ نصرت، هذه هي من الأسماء البارزة التي خدمت شاشة فضائية كردستان، ومن المذيعين المخضرمين الذي عمل في مؤسسة فضائية كردستان، بعد ذلك انتقل إلى التمثيل الإداري وهو مدير مركز بهدنان لمؤسسة فضائية كردستان. أغلب الضيوف في هذا المكان هم الذين إن لم تخرجوا من مؤسسة فضائية كردستان فهم كانوا جزءاً في نجاح هذه المؤسسة بشقيها وبقناتيها كردستان الفضائية التي تخاطب الجمهور الكردستاني الكردي، وكذلك فضائية زاغروز الناطقة بالعربية التي تسعى وتحاول إيصال رسالة كردستان وجميع مكونات إقليم كردستان إلى العالم العربي والعالم الخارجي، وفي الوقت نفسه تحاول أن تكون مرآة لجميع مكونات
العراق. نعم زملائي، يعني هذه هي الأجواء هنا في مركز بهدينان لمؤسسة فضائية كردستان بمناسبة مرور 24 عاما على تأسيس هذه المؤسسة، وهذه عودة إليكم. إذن من دهوك وتحديدا في مكتب فضائية كردستان تي في بأردخاز، شكرا لك.